من تنزانيا يتحدث واحد أيضا من سفراء الخارجية الأهلوية، عضو مجلس إدارة النادي المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي إلى دار السلام، رفقة الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى تنزانيا. كل التحية ليك يا باشمهندس عادل بتاعي، أستاذ إبراهيم المنيسي، كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. زي ما بنأكد ونقول استعدادات مكثفة هنا في تنزانيا استعدادا للمباراة الهامة والمرتقبة سيمبا بطل تنزانيا والنادي الأهلي غدا إن شاء الله في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا. في إطار طبعا الاستعدادات وتواجدنا هنا في تنزانيا لتغطية الأجواء والكواليس بينضم لنا في هذه اللحظات وبيسعدنا أيضا كمان يكون معانا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة المهندس خالد مرتجي. برحب بيك يا خالد بيه في البداية وموفقين ان شاء الله، وباذن الله نكون راجعين من هنا منصورين باذن الله. يا رب ان شاء الله. اهلا بيك واهلا طبعا باخويا الكبير الكابتن علي القيعي، وحشني، وطبعا اخويا الصغير الاستاذ ابراهيم منيسي، وبالساده المشاهدين المحترمين. يمكن انا عارف ان في ترتيبات قبل ما نكون متواجدين هنا، حضرتك يمكن كان في تواصل مستمر مع معالي السفير محمد جابر ابو الوفا، كابتن سيد، كابتن سمير عدلي، يعني حطينا في الترتيبات دي لان بالفعل اللي وصلنا لا في مجهود بذل لان اللعيبه فعلا حاسه بهذا الامر. خالد بيه، بصراحه ده مش جديد على الخارجيه المصريه، الخارجيه المصريه على طول بتؤازر وبتساند النادي الاهلي في اينما كان في افريقيا او غير افريقيا، لكن الحقيقه اللي احنا لامسينه وانت شايف قد ايه سياده السفير محمد جابر ابو الوفا، الاستاذ احمد الغول، الحقيقه مش سايبنا، وكل الحاجات اللي احنا كنا متفقين عليها قبل كده سواء باتصالاتي انا معاه او باتصالات الكابتن سيد او الكابتن سمير، الحقيقه كل حاجه متوفره. النادي الاهلي دايما بيشتغل باحترافيه، انت عارف الكابتن سمير جه هنا قبلينا بيوم عشان يظبط ويلاقي كل حاجه تمام، والحمد لله كل حاجه ماشيه ميسره، وما ينقصناش بقى ان شاء الله الا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا بكره ان شاء الله ونرجع ان شاء الله بالثلاثه بونت. من خلال تواجدنا طبعا هنا، يعني انا عارف ان سمه معسكرات فريق النادي الاهلي هي التركيز والتركيز الشديد لان اللعيبه عارفه اهميه المرحله اللي احنا متواجدين فيها، بتشوف المرحله ازاي وبتشوف المباراه والتركيز الشديد اللي متواجد في معسكر فريق خالد بيه؟ بص انت بتشوفه في الوجوه، يعني في الوشوش، ان سواء في الفطار في الغداء في العشاء في التمرين شايف الناس مركزه، شايف الحاجه اللي بتبسط كمان ان اللعيبه الوافده الجديده منسجمين، ما تحسش النهارده ان في حد غريب، كل الناس منسجمه مع بعض، ودي برضو يعني سمه النادي الاهلي، اي حد بيخش النادي الاهلي بيخش في القالب على طول. والحقيقه طبعا انا شايف ان يعني اللعيبه عطشانه انها تجيب بطوله افريقيا للنادي الاهلي بعد غياب 5 سنين. ان شاء الله باذن الله تعالى مجلس اداره يعني برئاسه الكابتن محمود الخطيب ما تاخرش، جبنا صفقات كويسه، ربنا كرمنا، فان شاء الله باذن الله يعني هذه الصفقات تكلل مجهودنا بالنجاح عشان نسعد اهم حاجه في المنظومه دي كلها جمهورنا العظيم. الجمهور ده اللي هو زي ما الكابتن صالح قال كده، الاهلي ملك جمهوره، وزي ما الفريق اول مرتجي قال عظمه مصر في النادي الاهلي، عظمه مصر في جمهور النادي الاهلي، في اعضاء النادي الاهلي، في كل من ينتمي للنادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تكون يعني بكره يكون بدايه خطوه جديده ان شاء الله للتاهل بقى للدور اللي بعد كده، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونجيب بطوله افريقيا السنه دي. تتفق معايا خالد بيه ان في صعوبات بتقابل فريق النادي الاهلي وسوء التوفيق مع اللعيبه بالذات، يمكن عندنا بعض الاصابات بتواجه اللعيبه، مستر مارتن كمان بيحاول يكون في ايجاد فني بعض الحلول، بتشوف ده مدى انعكاسه على اللعيبه الصغيره اللي طالعه؟ انا بشوف روح وقتال لان الموجود خلاص لابد يكون على قدر المسؤوليه، وبالفعل ده اللي بيحصل خالد بيه. والله الحقيقه انا شايف طبعا يعني انا بشوف قد ايه الجهاز الفني الجديد الحقيقه تحس كده في روح كده، وتحس ان في يعني انا الحقيقه مبسوط، يعني عشان يعني انا النهارده يعني حتى الاوفيشال تريننج النهارده اتفرجت عليه، تحس كده ان انا كنت اتمنى ان يبقى الجهاز ده هو اللي كان موجود معانا من الاول، خاصه الراجل بتاع الاحمال الحقيقه. فلكن يعني الدنيا شكلها كويس وربنا يعمل فيه الخير، يعني احنا بص الاصابات دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وقدر الله ما شاء فعل، لكن احنا بنجتهد والحمد لله. النهارده انت عندك دكه كويسه، يعني لما تبص كده على الدكه بتاعتك يعني الحقيقه اللي قاعد بره زي اللي جوه، فالحمد لله رب العالمين بالصفقات وبالتدعيمات اللي عملها كابتن محمود الخطيب الحقيقه ومجلس الاداره، متهيألي باذن الله ان شاء الله تثمر بالخير باذن الله. احنا كنا متواجدين النهارده طبعا على الملعب الوطني اللي استقبل المباراه، انطباعك ايه علي خالد بيه؟ الحقيقه ملعب عظيم، يعني الارضيه بتاعته الحقيقه احسن من الاستادات كتير عندنا للاسف، يعني انا بقول كده الملعب ياخد حوالي 60,000، تحس ان هو ملعب يعني تحس انك انت داخل كده في مكان زي استاد القاهره. واتمنى يعني يمكن من عبر المنبر ده ان استاد القاهره يرجع بقى ونبتدي النادي الاهلي يرجع تاني في استاد القاهره، لان احنا
عطشانين ان احنا نلعب في القاهره وعطشانين ان احنا نلعب في استاد القاهره الحقيقه. الطقس يمكن اتكلمنا عليه الرطوبه، انا عارف ان زي ما بناكد وبنقول لعيبه النادي الاهلي مرت عليها المواقف دي، لكن احنا بنوصف الحاله اللي احنا متواجدين فيها الطقس يمكن الرطوبه عليه قوي. بص هقول لك حاجه، يعني انت لو بص مش بس الرطوبه، النهارده الفرقه بتاعتنا دي يمكن في احصائيه اتعملت ان من نوفمبر لغايه النهارده النادي الاهلي اكتر نادي على مستوى العالم لعب ماتشات. فالنهارده انت في خمس ايام لعبت ثلاث ماتشات، يعني انت لعبت ماتش سيمبا كان يوم سبت، لعبت الثلاث ولعبت بعد كده الجمعه وسافرت السبت. فانت مدرك او جمعه، يعني انت بتتكلم في حوالي اسبوع لعبت ثلاث ماتشات، اقل من اسبوع. فالحقيقه المجهود كبير، لكن احنا ارتضينا، احنا قلنا ان ده موسم استثنائي من الاول وارتضينا على هذا وماشيين ضمن البرنامج اللي حطه اتحاد الكوره، وباذن الله تعالى يبقى يعني انت هنرجع هنبقى عندنا ماتش يوم 16 بالظبط. انت مش هتقعد ثلاث ايام، يعني انت خلي بالك الرحله كمان كانت شاقه جدا، يعني الرحله كان بدات الساعه 10:30 بالليل وصلنا الساعه 5 الصبح بالزبط. هنا بكره بعد الماتش هنمشي الساعه 5 الصبح، هنوصل 11 الصبح ثاني يوم. فالحقيقه رحله شاقه جدا، طبعا شايف الرطوبه عامله ازاي، لكن احنا متعودين على الصعاب، وان شاء الله باذن الله تعالى عشان خاطر جمهورنا العظيم ده باذن الله ربنا يكرمنا ونسعد الجمهور ان شاء الله ونتاهل للخطوه اللي بعد كده. على ذكر الجمهور كمان، يمكن الجمهور لامس على ارض الواقع المجهود اللي بيبذل من مجلس الاداره في جميع الاتجاهات، يعني يمكن كمان اخرها الكابتن محمود الخطيب واللجنه الطبيه برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز، خطوه كانت مهمه جدا وقامات كبيره طبيه، لان اكيد يعني في تطوير وفي اهتمام. كيف ترى هذا الامر بالنسبه للقرار ده تحديدا يا مهندس كلب؟ بص خلي بالك احنا يعني لما تيجي تشوف الكابتن محمود الخطيب او استلمنا النادي امتى؟ 1/12/2017 جينا على جهاز فني موجود، جينا على لعيبه اوريدي متأيدين في افريقيا بالزبط. فما كانش فعلا ينفع يتعمل اي حاجه الا في يناير، يعني الحقيقه ما كانش في تقصير من مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب. لما بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني كان في وقت انك انت تجيب، فالحمد لله دعمت. فانت بقى بتبص على المنظومه كلها، الجهاز يعني انت طبعا خطوه كبيره جدا انك انت تجيب عالم من علماء طبعا جراحه العظام وبالذات الركبه الدكتور احمد عبد العزيز والطاقم اللي معاه، دي برضو حاجه يعني دي موجوده في العالم كله. فالنهارده النادي الاهلي دايما بيحاول يطبق الاحترافيه، احنا الحمد لله النادي الوحيد اللي مطلع على العالميه، سواء من خلال ريال مدريد، من خلال بايرن ميونخ، من خلال انديه كتيره قوي النادي الاهلي لعب معاها وخد منها شويه تجارب بتحاول تطبقها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني قادم افضل باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله كنا موفقين في مباراه الغد باذن الله. لكن قبل ما اختم معاك وعايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، يمكن القرارات الاخيره اللي مجلس اداره النادي الاهلي مردودها على الجمهور وعلى كل محب النادي الاهلي بالتحديد مش سعاده بس، لا يمكن حسست الناس بقيمه النادي الاهلي والحفاظ من مجلس الاداره على شخصيه النادي الاهلي. سريعا تقولي في هذا الامر، انا عارف انت ما بتحبش تتكلم في هذا الامر لكن حابين ناخد منك كلمتين يا خالد بيه. لا بص هو احنا مجلس اداره النادي الاهلي اللي قاعد على كرسي مجلس الاداره ده هدفه الاساسي يجيب حق النادي الاهلي، هو ده الاساس. احنا الناس اللي انتخبتنا دي الست اللي كانت بتبقى شايله الطفل وداخله عندنا في حر عشان تنتخب قائمه الكابتن محمود الخطيب، حقها علينا زي ما حق النادي علينا احنا نجيب حقها. فهو ده الاساس. احنا بنشتغل، بص احنا بنشتغل باحترافيه وبنشتغل بنظم وبنشتغل بمبادئ وبنشتغل، احنا مش بتوع الجعجعه، مش بتوع الالفاظ النابيه، مش بتوع الشو، احنا ناس بتشتغل في صمت، وربنا سبحانه وتعالى يكلل هذا المجهود بالنجاح. النجاح انك انت تكسب، النجاح انك انت تحافظ على فرقتك، النجاح انك انت تحافظ على اهم من البطولات، تحافظ على القيم والمسل والمبادئ بتاعت النادي الاهلي. في رايي الشخصي النادي الاهلي البطولات ما فيش حد في مصر يعني ولا ربع النادي الاهلي، يعني لو قلنا اللي تحتين لو انت واخد 40 بطوله اللي تحتك واخد 12 باين مش عارف كام، فانت ما فيش يعني. لكن هو الاساس في الموضوع ايه؟ انك انت بتحافظ على قيمه النادي اللي انشئ على الوطنيه، النادي الاهلي من 1907 انشئ على الوطنيه. نعم. فانت بتحافظ على الكيان ده، الناس المجالس الادارات ورؤساء الانديه اللي تناوبوا او اللي في البدايه ناس عظام، من سعد باشا زغلول لعمر باشا لطفي لكابتن صالح سليم طبعًا. لكابتن حسن حمدي لفريق مرتجي كابتن عبد الصالح الوحش الدكتور ابراهيم الوكيل، دول عظمه يعني. يعني في وقت من الاوقات كان يقول لك مجلس اداره النادي الاهلي ده مجلس وزراء فعلا بالظبط. فهو ده اللي انت عايز تحافظ عليه. انت اهم حاجه عندك تحافظ على قيمه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده
كيان كبير قوي ومؤسسة عظيمة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يجعلنا سبب كده إن احنا دايما نحافظ عليها والأجيال اللي بعدنا دايما تحافظ على اسم وقيمة النادي الأهلي. أشكرك على وقتك جدا وموفقين دايما ودايما موفق النادي الأهلي، وغدا بإذن الله يكون معنا لقاء بعد الفرحة بإذن الله خالد بيه. أشكرك شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير طبعا للمهندس خالد مرتجي رئيس مجلس رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، واللي أكيد طبعا زي ما بنتكلم وبنقول كلام مهم جدا وأكيد تركيز شديد جدا لفريق النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله ينعكس علينا خلال الغد، يكون المباراة من نصيب النادي الأهلي 3 نقاط نعود بهم بإذن الله إلى مصر منتصرين فرحانين. كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله منتظر هذه الفرحة. عودة ليك يا باشمهندس عدلي، عودة ليك يا أستاذ إبراهيم المنيسي.